صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تانو. بداية يوم جديد معانا في صباح الورد، وصباح الورد بيكون فيه فقرات كتيرة عن الأخبار المتنوعة وكمان فقرات حوارية تهم كل المصريين. بنبدأ حلقتنا دايما مع الموجز الإخباري، الموجز الإخباري مع زميلي كريم حاتم. صباح الورد عليك يا كريم. صباح الورد يا مها، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة تانو، أهلا بكم في موجز الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو امتدادا للشراكة الممتدة بين الجانبين لعقود، وللتعرف على الجهود المصرية الواسعة التي بذلت على مدار السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية. وخلال استقباله مدير عام منظمة اليونسكو أودري أوزيلاي، أشار الرئيس السيسي إلى أن هذا الاهتمام يأتي من خلال عدة محاور شملت تطوير المتاحف وإنشاء سلسلة جديدة منها لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، في مقدمتها صناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب، لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية في عملية التنمية غير المسبوقة في جميع القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب. اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقرار الأوضاع في الأردن مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن. وخلال اتصال هاتفي مع ملك الأردن عبد الله الثاني، أعرب الرئيس السيسي عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. وبدوره أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم السيسي، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين. سلم وزير الخارجية سامح شكري رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رسالة من الرئيس السيسي تتناول مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وخلال الرسالة أكد الرئيس السيسي حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الرئيس الكونغولي، وتثمن الجهد المقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية لتحقيق اتفاق عادل وملزم قانونيا يراعي مصالح الدول الثلاث. كما أكد أن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل إلى الاتفاق المنشود بشأن سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل. من جانبه أكد وزير خارجية سامح شكري أن مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب. وخلال مشاركته في الاجتماعات التي تعقد في كينشاسا للتباحث حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ عدة أشهر، أعرب شكري عن حرص مصر على إنجاح المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة. سلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، الغاز الطبيعي والبنزين لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية إحلال المركبات المتقدمة للعمل بالغاز الطبيعي التي مضى عليها أو على صنعها 20 عاما. وخلال احتفالية كبيرة أكد مدبولي أن مبادرة الرئاسية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة لتيسير فرص امتلاكهم سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المتقادمة التي تكلفهم الكثير لتشغيلها ولصيانتها. افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموسم السادس للمعرض السنوي أهلا رمضان 2021، وتجول رئيس الوزراء ومرافقه في أرجاء المعرض واطمأن على جودة كافة السلع والمنتجات المعروضة وتناسب أسعارها لجميع شرائح الدخل. وخلال الجولة شدد مدبولي على ضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين لشرائها من خلال التخفيضات المناسبة.
أعلنت وزارة الصحة عن خروج 333 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 156,219 حالة. وفي بيان الوزارة اليومي أعلنت عن تسجيل 709 حالات إيجابية جديدة و40 حالة وفاة. رياضيا، تلقى بيراميدز أول خسارة له في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام مضيفه الرجاء المغربي بهدفين من دون رد في الدور المجموعات من البطولة. سجلت ثنائية الرجاء حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي بالخطأ في مرمى، بينما سجل المحترف الكونغولي بن مالانجو الهدف الثاني للفريق المغربي الذي تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 6 نقاط. ختام الموجز، والآن أعود مرة أخرى إلى الزميلة مها بنسي. بشكرك شكرا جزيلا زميلي كريم حاتم على الموجز الإخباري. مشاهدينا حسبكم دلوقتي مع فاصل العرض لفقراتنا الحوارية اللي هتكون موجودة النهاردة، وأرجع لكم مرة تانية. حضراتكم من جديد. امبارح في قرار صدر، يعني اعتقد انه هو في منتهى الذكاء والحكمه، قرار مهم جدا من قبل الشركه المتحده للانتاج الاعلامي، وهو وقف مسلسل الملك او مسلسل الملك احمس، اللي هو متخذ طبعا مستند الى روايه كفاح طيبه الاديب العالمي نجيب محفوظ اللي كان بيقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف. وده بسبب الجدل الكبير اللي حصل في كتير من البرامج، المواقع الالكترونيه طبعا زي ما شفنا على السوشيال ميديا، والمتخصصين اللي اتكلموا عن الاخطاء الوارده، زي مثلا دقن عمرو يوسف، زي الملامح الشكليه لعمرو يوسف اللي هي قد ايه تميل، يعني راجل بشرته بيضه وعينيه ملونه، ملابس ريم مصطفى شعرها المصبوغ، نوعيه السلاح اللي هو ما كانش السلاح المصري في الوقت ده، الازياء. ابتدى يحصل طبعا اعتراض من كتير من المختصين، وده خلى الجهة المنتجة تاخد قرار حكيم فعلا وتقول ان هي هتعرضه على لجنة متخصصة. في الحقيقة دي مش اول محاولة للعمل على رواية كفاح طيبة او تحويلها لعمل فني، لانه في اواخر التسعينيات اللي هو سنة 1998 رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ أخرجها الفنان نور الشريف الله يرحمه في أوبريت، اتعملت كأوبريت بمناسبة ذكرى اليوبيل الفضي لحرب أكتوبر. كان اللي بيقوم بدور أحمس فيها الفنان خالد النبوي، وده طبعا يعني تطابق أو تشابه شكله وبشرته السمراء. وكانت الفنانة بوسي هي اللي بتقوم بدور ابنة ملك الهكسوس اللي هتحب الملك أحمس، وكان الفنان محمود ياسين هو اللي قام بدور الملك سقن رع والد أحمس، وهو القائد اللي بدأ
حرب تحرير مصر من الهكسوس. تعالوا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن الجدل اللي حصل حول كفاح طيبة واللي هيتعمل منها مسلسل. المفروض كان خلينا نقول كمان ان نجيب محفوظ كان شغوف بالحضارة المصرية. الروايات اللي ألفها اللي بتتكلم عن الحضارة المصرية رادوبيس، عبث الأقدار، وكفاح طيبة. بس انا حبيت انوه او اوضح انه للأجيال طبعا الحديثة انه دي مش اول مرة لتحويل رواية كفاح طيبة الى عمل فني. هي بالفعل كانت أوبريت سنة 98. طيب خلينا دلوقتي نستقبل على الهاتف دكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة عن الملاحظات اللي كان شافها من أخطاء في هذا المسلسل، مسلسل الملك. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباحك صباح الورد. صباح الورد أستاذة مها، وصباح الخير للسادة المشاهدين. يعني خلينا برضو نراجع تاني أو نلخص نقاط الاختلاف أو الملاحظات اللي كانت فيها أخطاء في هذا المسلسل، مسلسل الملك اللي تم وقفه. هو في الواقع طبعا المسلسل لما تم التنويه عنه كتير من المتخصصين اعترضوا على يعني عدة نقاط في المسلسل ده، وكان الرد غير مقنع لما يتقال ان هو ده عمل درامي. طيب هو لما انت عامل عمل درامي خلاص اكتب كده ان هو ده من وحي خيال الكاتب، عمل درامي لا يمت للتاريخ المصري القديم بصلة، يبقى احنا كلنا مش هنتكلم بقى خلاص. لكن انت بتجسد الشخصية مهمة جدا في التاريخ المصري القديم، والشخصية دي موثقة من خلال المصادر بتاعتنا، من خلال المصادر الأثرية نفسها موجودة. يعني عندنا حياته موجودة، البرديات اتكلمت عنه، عندنا لوحات اتكلمت عنه، التاريخ المصري موثق، حياته موجود، عندنا الحفاير طلعت الأسلحة اللي استخدمت في الحرب دوت. يعني إذا عندنا كمان لوحات وتماثيل خاصة بالملك أحمس، بها عندنا المومياء بتاعته، وهي على فكرة كمان المومياء بتاعت الملك أحمس معروضة في متحف الأقصر، يعني هي ما راحتش من ضمن ال 22 مومياء اللي راحوا متحف الحضارة. فإذا كان في لابد إن احنا نرجع بقى للمصادر الأثرية، وزي ما حضرتك ذكرت من شوية كده لما برضو القصة اللي كان عملها الأديب العالمي نجيب محفوظ عبث الأقدار، دي كانت بتبين المجتمع في عصر الدولة القديمة اللي هو بيسميه عصر بناة الأهرامات، أو فترة الملك خوفو بالتحديد، وإزاي العمال اللي بنوا وازاي تعامل الملك معاهم، والمجتمع كان بيبص ازاي للملك في الفتره دي، وجسدها باروع ما يكون الفنان الراحل عز العلايلي، لان هم رجعوا للناس متخصصين، وكان من ضمن اللي رجعوا القصه الفنان عز العلايلي كان قام بدور كبير كبير حجاب معبد الجنوب. فكان دوره يعني واقعي جدا، والازياء اللي ظهرت في المسلسل كانت واقعيه جدا، والاحداث كانت ماشيه طبقا لما هو موثق وموجود عندنا. عشان كده اللي كان من ضمن اللي رجعوا السيناريو كانوا سيدنا الراحل الدكتور جاب الله علي جاب الله، يعني هم رجعوا للمتخصصين في الاثار، واعتقد كمان الدكتور زي حواس من ضمن اللي رجعوا عبث الاقدار. طيب دكتور احمد، يعني احنا كل اللي شفناه برضو هو برومو المسلسل، هل الاعتراض فقط على الشكل الخارجي أم الأحداث التاريخية؟ يعني إحنا بنتكلم طبعاً، ودي كانت نقطة اعتراض أولى، إن أصلاً ملامح أو يعني لو قلنا إيه الكاستنج حتى في الاختيار، إنه الفنان عمرو يوسف هو اللي يقوم بهذا الدور، هو ملامحه إلى حد كبير أوروبية، يعني بشرة بيضاء، عينين زرقاء. يعني هل الاعتراض كان فقط على الشكل وعلى الدقن والملابس وغيره، ولا كان على الأحداث التاريخية اللي كان هيشملها هذا المسلسل، واللي يمكن ما نقدرش نوضحها قوي من خلال البرومو؟ والله هو يعني الاعتراض الاكثر كان على الشكل الخارجي في الاول، لان ده طبعا احنا كل ده البرومو، الاحداث لسه لحد دلوقتي لم تعرض المسلسل، وبالتالي تصوير الاحداث الكامله مش واضحه. لكن البرومو اللي جاب مقتطفات كده من المسلسل طبعا بين اول حاجه الملامح، ما هيش ملامح مصريه، يعني احنا وانا قلت اللي احنا عندنا المومياء بتاعت الملك، وعندنا تماثيل، وعندنا نقوش خاصه بيه، وهكذا. فالمصريين بصفة عامة الملامح بتاعتهم معروفة، ملامح تميل إلى السمرة، والملامح المصرية الأصيلة اللي لسه موجودة حتى الآن، حتى لو قارناها ما بين المصريين حاليا والنقوش الموجودة على جدران المعابد هنلاقي تطابق بينهم حتى الآن. حاجة تانية برضو تنفيذ الأزياء، ملابس كان يعني في شوية شطحات جامدة جدا، يعني المصري القديم كان يتميز على طول بالكتان، وده المنتج الرئيسي اللي كان بيرتديه الأثرياء والطبقة الحاكمة الملوك وكمان عامة الشعب. والدقن كمان الزق. الدقن اللي كان عليها تعليق كبير. موضوع الدقن اللي ظهر بيها طبعا مش هو بس، اكثر من حد في المسلسل
طبعا دي ما كانتش موجوده عند مصر القديمه، واحنا برضو عندنا الكلام ده موثق، عندنا الكلام ده موثق. هو الذكر اللي كان بيظهر بيها الملك كان في مناسبات دينيه محدده واحتفاليه محدده، وكان فيها بيعمل نوع من المحاكاه للمعبود، عشان كده دايما المعبودات بتظهر في تماثيلها بذقن الالهيه المعروفه يعني. لكن الناس المصريين كانوا في الغالب حليقي الشعر واللحيه، ف دي برضو حاجة نقطة كانت ملحوظة جدا في طيب تنفيذ فكرة. دكتور أحمد، نعم. يعني في سؤال يعني ما اعرفش الناس اتكلمت فيه ولا لا، من هم الهكسوس تحديدا؟ هل هم فعلا نعم. هل هم فعلا شعوب دول غرب آسيا؟ بالذات هم قبائل من غرب آسيا وأواسط آسيا قدموا لمصر وجمعوا ونزلوا الأرض المصرية واستقروا في شرق الدلتا في منطقة أواريز، دي العاصمة اللي اتخذوها واللي هي دلوقتي تل الضبعه في محافظه الشرقيه مركز فاقوس، واسسوا عملوا الموقع بتاعهم واحاطوا المكان بتاعهم بحصون وقلاع، وكان ليهم عادات مختلفه غير المصريين، واتخذوا معبود حتى يختلف عن معبودات المصريه، وبداوا السيطره على الجزء الشمالي من مصر لحد يمكن مصر الوسطى في مدينه اسمها نفروسي في 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 مصر الوسطى في المنيا. وكان البيت الطيبي اللي هو منه أحمس سقن الرع وبعد كده أحمس وكاموس كان هو اللي بيحكم من طيبة، وبدأ بقى النزاع ما بينهم عن طريق رسالة كده، يعني نوع من الاستفزاز أرسلها ملك الهكسوس اللي هو اسمه إيبيبي أو أبو فيه زي ما بيذكر، بيقول للملك سقن الرع أسكتوا أفراس النهر في طيبة فهي تزعج مناني في عاصمتي في الشمال. وده طبعا بيقول له أنا عارف يا سكن الرع ان انت بتكون جيش وان انت بتعمل استرداد وان انت ناوي تهيبنا، فهي رساله لغزيه اكتر منها واقعيه. ومن هنا بدات حرب الهكسوس. كم سنه الهكسوس احتلوا مصر فيها؟ ما يزيد عن 150 سنه قعدوا في مصر، ما يزيد عن 150 سنه قعدوا في مصر الهكسوس، عشان كده كانت فتره طويله جدا. عشان كده حرب التحرير كمان يا استاذ مها كان ليها مراحل، بدأها سكن الرع وبعدين كامس وبعدين أحمس، وهو اللي طردهم بره مصر وتتبعهم حتى مدينة شاروحين في فلسطين، ويعني خلاهم شتات في الأرض حتى لا يستطيعوا تكرار العملية مرة تانية والوجود في الأرض المصرية أو تهديد الأرض المصرية. بشكر حضرتك، والمصادر اتكلمت عنها بكل تفاصيلها يعني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة. أنا بالنسبة لي يعني كان مهم جدا نحدد مين هم الهكسوس، لأن هي كلمة مفتوحة قوي، بنقعد نقول الهكسوس، طب إيه الهكسوس دول؟ جايين منين؟ جايين من أنهي أرض بالظبط؟ هم شرذمة من غرب آسيا ووسط آسيا، طب احتلونا كام سنة؟ 150 سنة. اللي حصل إنه أو الرسالة اللي بتوصل لنا دلوقتي وهي امتداد، إنه مهما طال الزمن ومهما طال اعتداء المعتدي على الوطن بينتفض المصري ويطهر الأرض من الأنجاس ومن هؤلاء المعتدين. طيب، كان في اجتماع امبارح للحكومة مهم جدا لمتابعة الصورة النهائية لبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، واللي بتستعد الحكومة لإطلاقه قريبا. احنا طبعا زي ما عارفين انه مصر وضعت برنامج للإصلاح الاقتصادي متدرج بيهدف لضبط الاقتصاد المصري بطريقة تسمح بضخ استثمارات جديدة في مكانها الطبيعي، والبرنامج اللي هيتم انطلاقه بيمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اللي بدأته الدولة في نوفمبر 2016. احنا عايزين نفهم بقى ايه اللي ممكن يكون في أولويات الحكومة من الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو علي اللي معانا دلوقتي على الهاتف. أهلا بحضرتك. صباح الورد يا أستاذة، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. طبعا أول ما هنسمع الخبر ده هنحط ايدنا على قلبنا ونقول المرحلة دي بقى يا ترى هتعمل ايه في جيب المواطن المصري؟ فتقول ايه؟ يعني خليني نفهم بس ببساطة شديدة السادة المشاهدين انه برنامج الإصلاح الاقتصادي، يمكن اللي حضرتك بتتكلمي فيه النقطة دي تحديدا بالفعل بتثير تخوف قوي جدا لكل المواطنين، انه طالما بيبقى الحديث عن اصلاح مرحله ثانيه او اصلاحات هيكليه اخرى في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، يبقى احنا هنرفع جزء من الدعم، هيبقى في مجموعه من الاجراءات الاقتصاديه الصعبه اللي هيتاثر بها المواطن في المقام الاول. خلينا بس نوضح انه لما بدانا برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 احنا كنا بادئين المرحله دي بنسميها احنا مرحله
تصحيح الاختلالات الاقتصاديه الهيكليه في هيكل الاقتصاد المصري نتيجه ان احنا كنا بنتبع سياسات اقتصاديه خاطئه على مدار سنين طويله، هي اللي وصلتنا لفكره ان احنا لابد وحتما ان احنا نطبق برنامج اصلاح اقتصادي. فاحنا تجاوزنا هذه المرحله، ويمكن دي كانت بتبقى اصعب مرحله في اطار برامج الاصلاح الاقتصادي، وهي مرحله تصحيح الاختلالات من يعني اعاده هيكله منظومه الدعم، من تحليل سعر الصرف بشكل جزئي او نسبي. كل هذه الامور يمكن اللي بداناها في نوفمبر 2016، والحمد لله الدوله المصريه نجحت فيها باحترافيه قويه جدا. المرحله دي مرحله المرحله الثانيه من الاصلاح الاقتصادي، وهي احنا بنسميها هي مرحله البناء. بيبقى لها سياسات اقتصاديه معينه استاذ ماهر، بتعتمد على تعظيم واعلاء مفهوم التنميه المستدامه، مفهوم النمو الاحتوائي، مفهوم تعظيم القيمه المضافه، مع ايضا العمل على استقطاب واجتذاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الاجنبيه الداخله للسوق المصري، دعم ومشاركه القطاع الخاص في عمليه التنميه الاقتصاديه داخل الاقتصاد المصري. طب ايه يعني اللي متوقع هيحصل مع المواطن في حياته اليوميه؟ يعني دايما خوف المواطن بيكون في انه انا ازاي مرتبي يكفي لاخر الشهر على الاقل احتياجاتي الاساسيه. هل مثلا هيكون في ارتفاع في اسعار السلع مره ثانيه؟ هل هيكون في ارتفاع في البنزين؟ احنا بنتكلم على تعظيم مفهوم التنميه المستدامه. بمعنى ايه؟ يعني هدي حضرتك مثال. المشروع الاخير اللي اطلقه السيد الرئيس في منطقه الساحل الشمالي هو مشروع الدلتا الجديده، ده مشروع زراعي في المقام الاول، لكن لما نيجي نبص لطبيعه المشروع استاذ ماها، احنا ما بنستهدفش فقط الزراعه، لكن احنا بنستصلح اكثر او حوالي مليون فدان بطول محور الضبعه. طيب ايه اللي هيترتب على ده؟ احنا هنقدر نوفر سلع استراتيجيه مهمه للسوق المصري، كنا بنعتمد على جزء كبير جدا في استهلاكنا واحتياجاتنا منها على الاستيراد، فبالتالي هينخفض استيرادها او هينعدم الاستيراد من هذه المحاصيل، وبالتالي هتقدم للسوق باسعارها الحقيقيه، فبالتالي المواطن مش هيتلمس اي ارتفاع في اسعار هذه السلع. النقطه الثانيه انه احنا هنا هنعظم القيمه المضافه، وده المهم بقى اللي هو متعلق بالتنميه المستدامه، هنعظم القيمه الاقتصاديه لهذه المنتجات الزراعيه بان احنا هندخل مشروعات صناعيه زراعيه عليها، فهنقدر نقدم منتجات صناعيه زراعيه للسوق المصري كنا احنا بنعتمد في احتياجنا منها على الاستيراد، فبالتالي هتقدم للسوق المحلي باسعارها الحقيقيه المنتجه محليا، فبالتالي مش هيبقى في اي ارتفاع، هنحقق منها الاكتفاء الذاتي، هنقدر ان احنا مع الوقت نتجه لاستراتيجيات الانتاج من اجل التصدير، فده هينعكس على حصيله النقد الاجنبي الداخل للسوق المصري، هيعزز من قيمه العمله الوطنيه مقابل الدولار، هنقدر نوفر فرص عمل، مع الوقت كمان هنقدر ان احنا نعمل تنميه عمرانيه على الظهير الصحراوي لهذا المشروع، فده مشروع واحد بخلاف طبعا حجم الاستثمارات الاجنبيه اللي احنا هنستقطبها اللي هتدخل للسوق المصري، فبالتالي هتعظم من الانتاج المحلي، هتوفر فرص عمل، هتعمل تعظيم في مستويات في خلال قد ايه المواطن المصري هيشعر بهذا التاثير الايجابي؟ يعني حضرتك ذكرت كذا عنصر في الحقيقه هتعود بالايجابيات على المجتمع المصري، فامتى هيحس؟ هل في خلال قد ايه؟ في خلال كام سنه ممكن يبتدي بقى المواطن يدرك ويحس بهذه الخطوات ونتائجها؟ ده سؤال مهم جدا يا استاذه، انا بحيي حضرتك عليه، لانه التنميه المستدامه فيها نقطه مهمه جدا، هي لا تهتم فقط بالاجيال الحاليه، لكن التنميه المستدامه هي تهتم ايضا بالنظر في حقوق الاجيال القادمه من الموارد الاقتصاديه، في ظل تحدي قوي جدا في وضع وحاله الاقتصاد المصري، وهو ندره الموارد الاقتصاديه اللي احنا بنحاول ان احنا نعظمها نسبيا بقدر الامكان، فبالتالي بنتكلم على تنميه تستمر لعشرات السنوات، ما بنعتمدش على نمو مؤقت، وبالتالي يمكن كلمت حضرتك في البدايه احنا نحاول ان احنا نعتمد على فكره النمو الاحتوائي اللي هو يقدر يقدم تنميه اقتصاديه حقيقيه للمواطنين كلها. احنا النهارده ما بنتكلمش بس على استقرار في معدلات الدخول او زياده او تعظيم الاجر اجور المواطنين، لكن كمان بنتكلم على استقرار في اسعار السلع، بنتكلم على تخفيض معدلات الاستيراد، بنتكلم على توفير فرص عمل، بنتكلم على تعظيم الاستثمار الاجنبي والنقد الاجنبي اللي هيدخل. يعني ده ممكن ياخد له مثلا ياخد له كذا سنه؟ لا مش كده، فكره كده انا، هي الفكره استاذ انها انه الدوله المصريه الان اقتصاديا احنا بنشتغل برؤيه بنسميها هي مرحله التجربه، يعني حضرتك لو لاحظتي هتلاقي انه يمكن المشروعات اللي ممكن في الوضع الطبيعي تاخد سنتين او 10 سنين احنا بننفذها في سنه واثنين، فالتعجيل بالمشروعات دي هيعظم من القيمه الاقتصاديه ليها، فبالتالي المواطن هيتلمس
اثارها الايجابيه اقتصاديا بشكل سريع جدا. لكن لازم يبقى احنا فاهمين انه احنا الان في مرحله التنميه، احنا عدينا مرحله تصحيح الاختلالات ومرحله اعاده هيكله الاقتصاد، لكن احنا النهارده في مرحله التنميه، ويمكن ده واضح في حجم المشروعات الاقتصاديه اللي الدوله عملتها. احنا بنتكلم على اكثر من 14650 مشروع قومي اقتصادي دخل الانتاج بشكل فعلي، وبالفعل احنا بنشوف الاستقرار النسبي اللي حصل في معدلات الاسعار. انا بس عايز اقول انه الساده المواطنين ما ينفعش ان احنا نقصر ثمار التنميه الاقتصاديه على انا داخلي زاد بقد ايه، لانه التنميه الاقتصاديه هي تنميه ليها ابعاد مختلفه جدا، من استقرار اسعار، من تحقيق اكتفاء ذاتي، من تقليل الاستيراد، من دعم التصدير، من توفير فرص عمل، من زياده في حجم الاستثمار الاجنبي اللي داخل، من دعم مشاركه القطاع الخاص في عمليه التنميه. فالتنميه ما ينفعش ان احنا نقصرها فقط على عمليه معدلات الاجور زادت قد ايه. فاعتقد ان ده يعني كان بيمثل طول الوقت يعني الشغل الشاغل لكل الساده المواطنين، لكن بالتبعيه لما يبقى عندي انتاج، عندي مشروعات بتنفذ، عندي استثمارات اجنبيه بتدخل لي في اقتصادي بشكل دائم، عندي القطاع الخاص اصبح شريك قوي في عمليه التنميه، فبالتبعيه كل ما زاد انتاجي، كل ما وفرت فرص عمل، كل ما حسنت معدلات الدخول، كل ما زودت معدلات التصدير، فبالتالي هينعكس في النهايه على المواطن في اكثر من جانب، مش بس فقط في معدلات الاجور. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي. سؤالي الأخير في الحقيقة كان الهدف إن احنا نفهم، علشان المواطن أو كلنا يعني بنقعد في الآخر مثلا وإحنا بنتفرج على خطوات الإصلاح الاقتصادي يقعدوا يقولوا إيه الله، أمال إحنا مش شايفين حاجة ليه؟ أمال مفيش، أمال إحنا واقفين مكاننا ليه؟ طب هو فين الشغل؟ طب هو فين الحاجات بتاخد وقت؟ لكن اللي احنا بنتكلم فيه ليه بنقول مصر بتعيش عصرها الذهبي؟ لان الحاجات مثلا اللي كانت بتاخد 10 سنين على بال ما نحس بالمردود بتاعها بقت تختصر في سنه وفي سنتين. فكل حاجه ليها ثمن، واهم حاجه ان احنا نكون واحده، نكون مؤمنين جدا بوطننا، نكون واثقين جدا في اراده القياده السياسيه. هنروح مشاهدينا دلوقتي علشان نشوف عندنا ايه النهارده في مصر ونرجع مره ثانيه. أهلا بحضراتكم من جديد. مفيش حد فينا ما قابلش في مرحلة في حياته إن ما كانش بيقابل على طول الشخصية اللي بيتقال عليها بتوقف المراكب السايرة، الشخصية النقاء، الشخصية اللي بتنبر في الحاجة. يمكن ساعات الناس بتهيأ لها إنه اللي بيوقف المراكب السايرة ده ممكن يكون موظف في مؤسسة، لكن عايز أقول لكم إن اللي بيوقف المراكب السايرة دي بتبقى تركيبة، هي مش حكر على اتجاه معين. إحنا ممكن نلاقي حد من قرايبنا بيوقف المراكب السايرة، حد عايش معانا في البيت بشكل، أخوك بيوقف المراكب السايرة، صاحبك اللي أنت صاحب عمرك اللي كبرتوا مع بعض وأنتوا صغيرين، ما خلاص الشخصيات بتتغير، فممكن يكون هو شخصية سلبية جدا بتصدر لك طاقة سلبية وقاعدة توقف لك المراكب السايرة، كل ما بتيجي تحلم وتحكي عن حاجة تقوم واقفة في وشك كده تقول لك منين ما أنت عارف، ويقوم يحبطك، ده اسمه شخصية بتوقف المراكب السايرة. طيب احنا اخذنا الكاميرا ونزلنا الشارع وحبينا نسال الناس عن الشخصيات او البني ادمين اللي بيعطلوا المراكب السايره، تعالوا نشوف راي الناس في الشارع كان ايه.
بيعطل مصالح الناس ده اكيد ربنا يحاسبه. هو حرام عليه مرتبه اصلا. لا الناس دي مش كويسه طبعا. يعني في العموم ده بيبقى انسان مريض عايز يعطل مصالحك باي طريقه ان كان، ده بيبقى مريض يعني. اذى ومش اذى نفسي اجتماعي وشرعي وغلط غلط الحاجات دي. ما تعطيل مصالح الناس دي جريمه ويجب ان يعاقب عليها. بيبقى انسان مهمل او انسان حاقد او انسان غير سوي يعني. هو بص يا انسان مضغوط في حياته وطبعا بيطلع يعني ما بيصدق يلاقي حد يطلع فيه شحنة الغضب اللي جواه من ضغوط الحياة والبكده، يا إما إنسان يعني غير سوي. هل في حياتك حد من اللي بيعطل مراكب السير وبيعطل شغل الناس؟ أكيد طبعا موجود، فيه اقعد ما تشتغلش خليك قاعد معايا ما تطلعش الكلام ده. أنا في حياتي شخصيا موجود كتير يعني بيحاول يعطلني باي طريقه وبدون اي سبب. اعتقد يعني ببعد بقدر الامكان عن الناس اللي زي كده. اكيد في الزمن ده طبعا موجودين كتير قوي. والله بشوفهم بشويه يعني. بشوفهم شويه كتير بنواجهه في واقع العمل يعني، لكن قد يكون ده باهماله يعني. بيستفاد ايه؟ استفاد ان انا اقعد جنبيه اصرف عليه الكلام ده. هو حقد بقى، وده من طبيعه الانسان من زمان يعني. ما بيستفيدش اي حاجه، هو دي بتبقى حاجه نفسيه يعني. مش مستفيد، هو مش فاهم، هو اتربى كده اتعلم كده، هو روتيني يعني عنده بعيد يا رب نقص حاله نفسيه او سلوكيه يعني. مش لاقي حاجه يعملها، فاضي مش لاقي حاجه يعملها ولا حاجه، فاكر ان هو مهم. ده واحد خد على انه مش عايز يشتغل وعايز يعني يوزع اللي قدام منه باي شكل عشان يشوف غيره ويبقى اسمه كده اشتغل. حتى مصالح الناس ده تحب تقول له ايه؟ اقول له انت مرتكب جريمه. رساله يتقي الله فينا. اقول له مش الناس في حالهم، مش الناس شوف شغلها. اقول له لا انت في المكان اللي انت فيه واجب عليك ان انت تقوم بواجب وظيفتك او مهنتك او حرفتك على اكمل وجه. اقول له مصيرك في يوم من الايام هتقف نفس الموقف. بنرجع مرة تانية علشان نتكلم بقى من الزاوية العلمية عن القصة دي أو الموضوع ده اللي هو الموظف اللي بيعطل المصالح بتاعتك. معانا دلوقتي على الهاتف استشاري الصحة النفسية دكتور محمد هاني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا مها، صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح النور. وزي ما شفنا دلوقتي في التقرير الناس بتتكلم تحديدا على الموظف اللي بيعطل المراكب السايرة، يعني ده بتكون تركيبته النفسية إيه وهيستفيد إيه فعلا يعني؟ بصي، ده النوع ده من انواع الموظفين اللي طبعا انت عارفه بيغلب الناس وبيتعب الناس وبيخلي الناس تتعقد وتكره نفسها. صح. ده اللي بيكون عنده ايه يا مها؟ عنده مشكله يعني الف مشكله لكل حل. يعني لو انت عندك حلول لحاجتك اللي انت بتخلصها ممكن يطلع لك الف مشكله في كل حل انت بتلاقيه. ممكن يخليك تصاب بالاحباط. اولا الشخصيات دي في الصحه النفسيه دي شخصيات اللي بيكون عندها نقص. حلو؟ عودة نقص. يعني ايه عودة نقص؟ يعني هو شايف نفسه ان هو قليل، عايز يعمل لنفسه قيمة، عايز يعمل لنفسه ان هو يلفت الانظار، يلفت الانتباه، ان الناس كلها تتلف حواليه، ان الناس كلها تبقى عندها احتياج ناحيته. حلو؟ وده سمعاني؟ سمعاك بتابع حضرتك. وده بيكون انا زي ما قلت لك بيكون عودة نقص من مرحلة المراهقة وهو صغير. اتربى كده على حاجة اسمها يعني عدم الحب او الولاء او ان احنا نقف مع بعض، فبالتالي بيحاول ان هو يأذي الناس بحاجه معينه او بيلفت الانتباه ان هو. طيب يبقى انا كنت لسه يا دكتور قبل التقرير بقول انه يعني موضوع اللي بيعطل المراكب السايره دي تركيبه ممكن نلاقيها في اي اشخاص مش بس الموظفين اللي في جهات معينه. بس انا في حياتي العامه او في حياتي الخاصه اعرف اتعامل، يعني عندي السلطه الى حد كبير ان انا اعرف اتعامل مع الشخص اللي هلاقيه بينبر وبيديني طاقه سلبيه وبيحط لي مشاكل في كل موضوع هتجنبه، هعرف اتجنبه ازاي. لكن ازاي النصائح اللي حضرتك تديها للمواطنين اللي مضطرين يتعاملوا مع هذا الشخص؟ يعني ده شخص محطوط، هو ده دي وظيفته، يعني هو محطوط في مركز وظيفي وقاعد قارف الناس وبيوقف المراكب السايرة، المفروض الناس تتعامل معاه ازاي علشان برضه ما تبقاش هي كمان متاثره بالسلبيات دي نفسيا؟ اول حاجه وارد جدا ان احنا نقابل النوع ده في اي حاجه ممكن في حياتنا. طيب المفروض نتعامل اولا بالهدوء. لان العصبيه او اي قرار احنا بناخده بالعصبيه احنا اللي هنخسر. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل ضبط نفسي وضبط انفعالي وتوازن كده نفسي واحنا بنتعامل، نحاول نوصل لاقصى درجات الهدوء عشان انا في النهايه عايز اخلص المصلحه بتاعتي او الحاجه بتاعتي وعايز ان انا اعدي المرحله دي.
الحاجه الثانيه كمان وانا بتعامل معاه انا ما احطش طباع شخصيته كعائق قدامي، فهمتيني ليه؟ لان انا مش هناسبه او ان انا مش هيكون في بينه وبينه حاجه، انا بخلص مجرد ورقه او حاجه معينه، فهي هتبقى طباع شخصيته هي حره يعني حاجه تخصه، وفي نفس الوقت ما يكونش في قرار من جوايا ان انا عايز اغير اخليه يغير طباع شخصيته، لان انا مش هخش معاه في تحدي واخش معاه في جدال ممكن يخسرني حاجات ممكن في مصلحته. يبقى الهدوء، لازم ما افكرش في تغيير شخصيته، هو دي حريه هو عايز يعني يمشي بيها في حياته، دي حاجه ترجع له. الحاجه الثانيه كمان ان انا لازم اشوف ايه الحاجات المناسبه من خلال التعامل، ما اكيد ليه مدخل. يعني ايه مدخل؟ ممكن مثلا بيحب ان انا اكلمه بطريقه فيها نوع من انواع الادب، ممكن احب ان هو ان انا مثلا بكلمه بطريقه مثلا فيها نوع من انواع الهدوء، ممكن مثلا بيحب ان انا مثلا احسسه بقيمته، حضرتك يا فندم اخبارك ما اعرفش ايه، الحاجات دي كلها ممكن يعني تفرق. الخلاصه كده علشان نبسطها قوي في اذهان الناس، هو مشهد فيلم باب الحديد بتاع الليله فرحك على هنومه يا قناوي، تاخده على قد عقله يعني على بال ما تخلص مصلحته. ايوه، انما ما تحاولش تعالجه بقى وتكشف له عقد الطفوله والحاجات دي. اصل انا لو عملت كده يبقى انا ليا مصلحه، الدنيا هتتعقد والدنيا هتقفل. انا عايز اخلص مصلحتي وامشي، صحيح؟ عايز اخلص مصلحتي، لانه في نفس الوقت هو شخص بعيد عني. بالظبط، مش هيتغير الا لو هو قرر يتغير، فدي موضوعه مش موضوعي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد هاني، يعني استشاري الصحه النفسيه. يعني نصائح من دهب فعلا يا جماعه، هو اتعاملوا مع يعني التركيبات النفسيه دي، لان ده حد عنده خلل نفسي طبعا، اتعاملوا مع التركيبات دي على بالظبط الليله فرحك على هنومه يعني، تاخده على قد عقله خالص، وانت تكون هادي وبالراحه وبالادب وحسسه حتى بقيمته كده عشان تخلص حاجتك. وسلام عليكم، وربنا يا رب يكفينا شر التركيبات دي. طيب تعالوا بقى نروح نشوف خدمات صباح الورد الاول، وبعدين نرجع نكمل كلام. زي ما حضراتكم شفتوا معانا دلوقتي اسعار الخضر والخضروات والفاكهه، واحنا خلاص داخلين على شهر رمضان، فتعالوا نطمن اكتر على استعدادات السوق لشهر رمضان مما يخص الخضر والفاكهه، وكمان الاسعار هتكون شكلها ايه من خلال ضيفنا اللي على الهاتف، استاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وحضرتك طيب. يعني عايزين نعرف بقى من حضرتك الاستعدادات لشهر رمضان والاسعار واستقرارها في الايام اللي جايه. احنا عندنا الحمد لله رب العالمين مزيد من الانتاج، عندنا زياده معروض من كل المنتجات الزراعيه الخضار والفاكهه. احنا بس بنقول لاخواتنا واهلنا المواطنين، خد احتياجاتكم اليوميه المعتاده، ما تاخدوش اكتر من احتياجاتكم، لان احنا عندنا المنتجات متاحه بكميات كبيره جدا، وده ادى لانخفاض الاسعار. بقالنا ما يزيد عن عام بحاله من اول جائحه كورونا حتى الان، احنا الحمد لله عندنا مزيد من المنتجات الزراعيه،
خضار وفاكهه باسعار مخفضه كبيره جدا. سلع الاستراتيجيه البطاطس الطماطم البصل دي في متناول كل مواطن مصري حتى محدود الدخل يقدر ياخد احتياجاته وما يزيد عن احتياجاته. بس احنا بنقول كل المنتجات الاخرى الفاكهه الخضروات خد احتياجاتك اليوميه لان احنا عندنا داخلين على مواسم جديده. يعني احنا ما عندناش ازمه في اي موسم، احنا عندنا زياده في المعروض من كل المنتجات. وبنقول ان احنا دلوقتي الحمد لله عندنا اهل رمضان في معارضنا، وزاره التموين بنتعاون معاها، الخدمه الوطنيه كلنا الخدمه الوطنيه القوات المسلحه كلنا واحد، وزاره الداخليه، كل ده بيضخ كميات كبيره جدا من الخضار والفاكهه باسعار مخفضه. وكمان القطاع الخاص السلاسل التجاريه بتعمل عروض كبيره جدا، وده هيؤدي لتوازن داخل الاسواق وزياده تنافسيه ينعكس بانخفاض الاسعار لدى المواطن. التكدس اللي بيحصل قبل رمضان علشان شراء السلع، حضرتك تنصح الناس تتوجه للميني ماركتس ولا عادي ممكن تروح السوبر ماركتس الكبيره برضو؟ تروح بصفه تروح كل مكان في معارض، في منافذ ثابته ومتنقله، في عندنا كل الناس الطيبين اللي بيشتغلوا عشان خاطر مصلحه المواطن كتار جدا. احنا قلت ان الخدمه الوطنيه القوات المسلحه بتقدم عروض، كلنا واحد تحت رعايه السيد الرئيس، وزاره الداخليه بتقدم عروض، السلاسل التجاريه بتقدم عروض، وزاره التموين ممثله في اهل رمضان والنيل والاهرام بتقدم، الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، كل ده في كميات كبيره جدا باسعار مخفضه كثيره كبيره. فرجاء بس ان احنا يعني الحمد لله احنا عندنا مزيد من الانتاج، ده نتيجه التوسع في المشاريع الزراعيه، والسيد الرئيس كان حريص على هذه المشاريع، وده اللي الحمد لله اللي احنا جينا ثماره دلوقتي، وده اللي المواطن حس بيه دلوقتي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة. في منافس كتير يا جماعة في أسعار يعني مخفضة جدا جدا، سواء بقى منافس بيع وزارة الزراعة وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو مجمعات الأهرام الاستهلاكية، يعني ما تقلقوش أبدا لا من شح بضاعة معينة في الخضر والفاكهة أو ارتفاع أسعار. طيب قبل ما نطلع فاصل، في صورة جميلة جدا التقطها زميلنا المبدع الصحفي عبد الله عويس خلال مرور موكب المومياوات العظيم التاريخي في منطقة الملك الصالح. بصوا جمال الصورة، بصوا أحفاد الفراعنة من أهلنا البسطة وهم كمان يعني عندهم شغف إن هم يتفرجوا على الموكب، وهو قرر ياخد زاوية مختلفة خالص للمواطنين. الصورة معبرة جدا، وهي الأسرة مصرية بتحيي موكب أجدادها، موكب مومياوات أجدادها وقت مرورهم من أمام المنازل، وهم شايلين كمان علم مصر. الحقيقة الصورة نالت إعجاب كتير جدا لأن هي صورة معبرة بألف كلمة. احنا بنشكر عبدالله لأنه مش أول مرة في الحقيقة ياخد زوايا مختلفة بالكاميرا بتاعته ولقطات مختلفة، ودائما كده مبدع في تناوله للمواضيع اللي بنقابلها في حياتنا. شعب مصر شعب فخور بأجداده وامتداد كمان لأجداده ورموزه مهما اختلفت طبقات المجتمع ومهما مرت السنين. مشاهدينا سيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بفقراتنا الحوارية، خليكم معنا. حضراتكم من جديد ورجعت لكم في أول فقراتنا، وطبعا فقرة بتخص المرأة وحقوق المرأة، احنا بنتكلم في حقوق الإنسان كمان، حقوق الإنسانية، أبسط حقوقها الإنسانية. احنا بدأنا نشوف خلال السنوات الأخيرة فكرة البنات اللي بتركب موتوسيكلات بتركب سكوترز بقت ظاهرة وثقافة في المجتمع المصري، في الحقيقة إيجابية جدا. ناس كتير بتستغرب من الموضوع ده وبدأوا ان هم يوجهوا لهم نقد كالعادة يعني، أو يضايقوهم أو يتنمروا عليهم. عشان كده تم إطلاق حملة مهمة جدا عنوانها بلاش تعكسها،
إلى بتتبنى فكرة التوعية بركوب البنات للموتوسيكلات وإن هي تعيش حياتها طبيعي جدا، لأن هي في الآخر إنسان بالمناسبة يعني، فمن حقها إن هي تمارس أي رياضة هي عايزة تمارسها من غير ما حد يتعرض ليها بأي أذى. هنعرف كمان تفاصيل أكتر عن الحملة دي من ضيفتنا الإعلامية الأستاذة شيرين الفقي، وهي صاحبة فكرة مبادرة بلاش تعكسها. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. صباح الورد. صباح الورد. بحيكي على الفكرة وإن أنت اهتميتي بيها، لكن إيه اللي دفعك إنك فعلا تبتدي تعملي هذه المبادرة اللي يمكن بدأ قريب من حوالي مثلا 4 شهور تقريبا؟ تمام. هي أصلا يعني جات لي بمحض الصدفة، يعني أنا ما كنتش بايكر، ما ركبتش سكوتر قبل كده، بس أول ما بدأت ألاحظ البنات وهي راكبة البايك شكلهم كان حلو، لأن هما ظاهرة جديدة، وأنا دايما مقتنعة أن دايما أي ظاهرة تكون جديدة على المجتمع إحنا لازم نبص لها من منظور الجزء الإيجابي، ما نبصش لناحية السلبية، إيه الإيجابيات وإيه السلبيات، لو إيجابية ندعمها. فبدأت أنا نفسي كنت ببص لهم، بس بدأت أحس إن هم مش حاسين بالأمان، يعني في جزئية قلق، في توتر. فجيت في مرة كنت ماشية لقيت سكوتر شكله جميل، فاستأذنت صاحبه إن أنا أتصور عليه، صورت عليه، نزلت صوري على السوشيال ميديا، فلقيتها عملت ضجة. كان فيسبوك. على الفيسبوك. فلقيتهم إيه ده، أنت تركبي سكوتر هو عادي، طب مش عارفة إيه، حسيت لا الموضوع في حاجة غريبة، أنا همشي ورا الموضوع. وبدأت فعلا طبعا عشان بصفتي إعلامية أدرس أنا هبدأ إزاي، طب اسم الحملة إيه. بدأت فعلا اخترت الاسم، قلت أنا مش هحطه بلاش تحرش أو لا للتحرش، لأن أوريدي ده موجود، إيه الاختلاف، بلاش تعكسها. وعملت لها سلوجان بلاش تعكسها بلاش تضايقها، هي من حقها تركب السكوتر، خليك جنتلمان. لأن طبعا أنا ما أقدرش أعمم إن كل الرجالة مش كويسة أو الرجل المصري متحرش، لا هو جنتلمان. الصورة دي لبايكرز؟ دي صورتي. دي صورتي. دي المسيرة اللي كانت يوم 26/3 كانت تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية. هي. ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طبعا بوجه لهم كل الشكر وكل التحية. هو طبعا كان انتصار للمرأة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي طبعا. دكتور أشرف صبحي طبعا بوجه له التحية لأن هو داعم للمرأة، داعم للبنت المصرية. برضو بشكر دكتور ميرفت السيد، يعني هي كانت سبورت جامد ليا لما رحت قدمت المبادرة بتاعتي لوزارة الشباب والرياضة، إدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية. لازم يبقى فيه سبورت للمبادرة اللي بتكون هتخدم المجتمع، هتخدم البنت المصرية، المرأة المصرية وبرضو الرجل. أنا دخلت الرجل. أهمية أن يكون في تكاتف من مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها طبعا يعني السيدة الأولى السيدة انتصار السيسي، ان هي بتقول للمراه يعني ده حقك او انت من حقك انك تمشي في شوارع مصر امنه، راكبه سكوتر بقى راكبه عجله، يعني دي ايه اهميتها؟ طبعا هي اهميتها ان البنت هي عنصر فعال في المجتمع، البنت هي الام وهي الاخت وهي يعني هي اللي هتطلع جيل المستقبل. فانا لو ما كانش البنت المصريه اصلا تبقى شخصيتها قويه، يبقى انا مش هطلع جيل سوي وجيل قوي. اللي انا لاحظته ان كل البنات اللي راكبه السكوترز هي ليها كاريزما مختلف، لان الكاريزما دي خلتها تنزل بشكل فيه تحدي، انا هركب ده مع ان انا بتعرض لمضايقات كتيره، بتعرض لتحرش. هو ايه خطوره الموضوع بالنسبه للبنت اللي راكبه سكوترز؟ البنت او البنات اللي راكبه سكوترز هي ماشيه على العجلتين، فالموضوع خطر جدا، غير اللي راكبه العربيه وغير اللي راكبه البايك، لانها بتمشي على مسافات، بتروح بيها شغلها، بتروح بيها الجامعه، فهي وسيله اقتصاديه. يعني هي بتشمل طبعا التحرش بشكل عام بالمراه، ولكن هي متحدده قوي بشكل خاص للسكوتر عشان الاسباب اللي حضرتك بتقولي عليها دلوقتي. طبعا لان عجلتين دي بتبقى خطر شويه في التحركات، يعني وهي مكشوفه. الحملة أنا حاطة فيها أهداف كتيرة، وطبعا فيها كل وزارات الدولة، وإن شاء الله هيبقى فيه تكاتف، لأن أنا من ضمن العناصر بتاعتي إن ولا الدولة لوحدها هتحل صح، ولا المجتمع لوحده، هحاول أعمل تكاتف ومشاركة مجتمعية زي ما بيقولوا ونوجد حلول. هل تواصلتي مع مجموعات الرود رايدرز أو البايكرز اللي احنا
انا بحب شكلهم جدا. اما نبقى ماشيين بيبقى يوم الجمعه كمان تحديدا تلاقيهم تلاقي كده ماشيين صف ورا بعض وممكن يلفوا المحافظات طبعاً. اعمار مختلفه ستات ورجاله وفتيات يعني دول برضو انا بشوفهم بشكل غير مباشر بيوصلوا رساله وبيرفعوا وعي المواطنين انه انتوا كمان ممكن تعملوا زينا هي دي مش شغلانه دي بتبقى هوايه فهل حصل تواصل ما بينك وما بين مجموعات الرود رايدر بحيث انه يكون المبادره كمان يعني هم داخلين من ضمن المبادره طبعاً. او بيسبورتوا المبادره بيساندوا المبادره طبعا طبعا اساسي لما انا بدات الحمله انا نزلت افهم يعني ايه سكوتر انا ما كنتش اعرف لا نزلت كان لازم ادرسه من الناحيه الفنيه ايه اشكاله ايه انواعه ايه اسعاره ايه مميزاته ايه عيوبه ايه كله انا نزلت ادرسه الرايد اللي بيطلعوه كل جمعه لان هم معظمهم فعلا ناس ملتزمه انا طول الاسبوع عندي شغلي طب اخر الاسبوع بقى بيعتبروه هو ده الفسحه بتاعتهم الهوايه ومش بشكل فردي لان الجروبس يعني التزام صح لا هما كوميونيتي طبعا دي دوائر مجتمعيه كامله يعني بتكون في رولز لازم يلتزموا بيها يوم الرايد لازم السفتي صح دي اساس طبعا لازم الرخص طبعا غير كده ما يطلعش الرايد فبالتالي هما كده نقلوا لهم ثقافه اسمها الالتزام يمكن ذكرتي برضو عنصر مهم قوي وهي المرأة اللي بتستخدم السكوتر علشان تروح شغلها يعني حاجة كوسيلة مواصلات ليها هل تواصلتي مع إحدى السيدات الفاضلات اللي هي فعلا بتتحرك بسكوتر طبعا لأي سبب يا هي بتحبها يا هي بتفكر بشكل عملي جدا شايفة أن دي هتوفر لها الركنة وهتبقى سهلة في الركنة أو لأنه اقتصاديا هي يعني تكلفتها أقل فيعني ممكن يكون لها كذا أو العناصر دي كلها مع بعض هي كمان بتحل مشكلة البطالة لأن بنات كتيرة قوي من اللي هي أصلا معاها سكوتر بعد ما تعلمته وهي بتشتغل بدأت تفتح مدارس لتعليم سواقة السكوتر سواء بتعلم بنت أو ولد او دليفري او بتكون دليفري طبعا انا يمكن في من يعني احدى اللقاءات كانت مع فتاه والدتها قالت لي هي بتوديني بيه المستشفى احنا ما نقدرش على تكلفه التكاسي وفي اي وقت فبنتي بتوديني بيه المستشفى في اي وقت فطبعا هو رائع 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 يعني انا ما لقيتش ليه سلبيات غير بعض المشاكل اللي هما بيتعرضوا ليها اللي احنا ان شاء الله من خلال الحمله هنحاول نوجد لها حلول طيب احنا عايزين نستعرض بقى المشاكل اللي تعرضت لها الفتيات اللي ركبت السكوتر سواء كانت ركباه كهوايه او هي دي وسيله المواصلات اللي هي بتستخدمها في حياتها تروح بيها شغلها تقضي بيها مشاورها وهكذا تمام هي طبعا وقت الهوايه لو هي طالعه مع جروب كده كده بتكون متامنه ما فيش اي قلق بالنسبه لها وهي طالعه كرايد عشان كده دايما الرايدات بيبقوا ملتزمين واحنا طبعا بنايدهم فيه لكن وهي رايحه بقى شغلها برضو زي ما لينا حقوق علينا واجبات يعني انا دايما كنت برضو اقول لهم لازم السيفتي لازم برضو في لبسنا نراعي ان احنا ماشيين وسط برضو ناس لينا عادات ولينا تقاليد ما نطلعش برضو في اوقات متاخره على طرق ممكن تكون مقطوعه دي برضو اصلا مش امنه للرجاله حتى برضو الراعي ده بس في نفس الوقت هم بيتعرضوا ان ممكن حد يطلع بموتوسيكل وراه طبعا. حتى لو في كاميرات على الدائري على المحور او 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 ده بيعمل لهم قلق الطرق اللي هي السريعه اكتوبر زايد ده طبعا هيبقى من ضمن العناصر ان احنا طبعا هنحاول افعلها من خلال حملتي مثلا مع وزاره الاتصالات ووزاره الداخليه ان احنا نعمل ارقام استغاثه تبقى سريعه للبنات اللي هي راكبه على السكوترز وفي نفس الوقت برضو نفس الرقم ده هينفع البنت اللي على بايك واللي في عربيه حتى اللي في وسائل المواصلات يعني ده هدف او عنوان رئيسي لكن هيندرج تحته عناصر ثانيه كتيره لاي مراه او بنت مصريه هي من حقها انها تعيش في امان واستقرار هل مثلا ممكن تكون من ضمن المطالبات دي فكره لسه جايه لي دلوقتي حالا انه زي الاستيكر اللي عاملاه اداره المرور بيتحط على العربيه علشان التتبع ولو حصل سرقه او حصل اعتداء العربيه يبقى معروف مكانها استيكر تتحط على السكوترز بشكل فكره عام. رائعه دي فكره ممتازه انا لسه جايه حالا دلوقتي لا لا دي فكره رائعه طبعا انا هضيفها عندي فعلا في اهداف الحمله طب جميله جدا اهو انا عملنا برين ستورمينج واحنا قاعدين عشان كده انا قلت المشاركه المجتمعيه هتبقى مهمه ما بين البنات احنا الحمد لله يعني بنحاول نتواصل ان هم موجودين في كل محافظات الجمهوريه بحاول اعمل لينك ان في المشاركه المجتمعيه انتوا هتطرحوا افكار والوزارات هيكون عندها الحلول فهي المشاركه المجتمعيه
احنا عايزين نتعود على ده في حياتنا كلها. مرميش كل حملي على الدولة او على الحكومة، لا، انا لازم انا اطرح افكار وهم اللي في ايدهم يقدروا يساعدونا. انا لسه عارفه حالا كمان من زمايلي في الكنترول قالوا لي بالفعل في لزقه بتتحط على السكوتر، وفي ناس عملوها على الموتوسيكلات بتاعتهم. مش كله عارف، ممكن نعمم بقى، ممكن دي مع الترخيص طبعا، ممكن نعمم الدعوه كمان انه اللي عنده سكوتر يروح لاداره المرور ويحط فعلا اللزقه دي، لان دي للامان. ده طبعا كويس، واحاول طبعا ان انا انشر المعلومه دي، لان في حاجات فعلا الاعلام بقى بيبقى ليه دور فيها. اكيد الاعلام ده ان احنا جداً ننشر ونشير ونقول، فيبدا الموضوع ياخد شكل اساسي. لا يعني حتى ارقام الاستغاثه، هو في اوريدي ارقام موجوده استغاثه، بس مش كله عارفها. صح، مش كله عارفها. أيوه. طيب بلاش تعكسها، مبادره بدات من 4 شهور، احكي لي عن المراحل التطور اللي مرت بيها هذه المبادره الى اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي، والناس استقبلوا الموضوع في بدايته ازاي؟ هي طبعا انا ما بدات فيها بشكل فردي، كان كل القصه ان انا بحاول اجمع معلومات، اعمل لقاءات، بس جيت وصلت عند مرحله ان انا عايزه انزل انفذ بقى على ارض الواقع، فكان لازم طبعا مشاركه من الدوله. عشان كده قدمت المبادره لوزاره الشباب والرياضه، ودي الحمد لله كانت اول خطوه بالنسبه لنا. لقيتي صعوبه وانت بتقدمي فكرتك في وزاره الشباب والرياضه؟ لا الحمد لله. يعني انا قدمتها لدكتور ميرفت السيد، وهي يعني شافتها يعني كحمله متكامله، يعني اعجبت بيها وقالت لي انا معاكي وصبرت معاكي، وقدمتها الحمد لله لمعالي وزير الشباب والرياضه، عجبته ونزل، وفعلا كان داعم لينا يوم 26/3 مجتمعي افضل معاهايا كمؤسسة لمبادرة بلاش تعكسها. في نهاية حوارنا مع بعض، إيه الرسالة اللي تحب توجهيها لكل السيدات المصريات؟ عايزة أقول لها خليكي دايما فخورة إنك مصرية، وخليكي دايما قوية، علشان أنتي مش نص المجتمع، أنتي في حالات كتيرة قوي بتكوني كل المجتمع، فحافظي على ده. بشكرك شكرا جزيلا، دي أجمل رسالة، وبشكر ضيفتنا الإعلامية شيرين الفقي صاحبة فكرة مبادرة بلاش تعكسها، وبحييك على المبادرة. مرسي. ومستمرين معاكي، وأكيد هيكون في متابعة لتطورات المبادرة. مكملين. صباحك صباح الورد. صباح الورد مشاهدينا، يعني الفقرة اللي جاية هتهمكم برضو جدا جدا جدا، احنا على طول كل فقراتنا في صباح الورد بتكون مهمة، شفتوا التواضع. طيب احنا هنتكلم بقى عن التغذية، وخلاص داخلين على الصيف وفورمة الساحل والحاجات الحلوة دي، فأكيد أكيد رجالة وستات هيحبوا يشوفوها، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد في اخر فقره في حلقتنا النهارده. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ايام معدوده هيبدا معانا شهر رمضان المبارك، ومعرفش ليه كل الناس برغم ان رمضان بيقول فطار وسحور، بس كل الناس بتخرج من شهر رمضان عندها كروش بقى وتخنانه، وتقول لك انا رمضان بيتخني قوي فايه القصه؟ عايزين نعرف ايه القصه، نتعامل مع رمضان ازاي، واحنا خلاص نستعد له ازاي، من خلال ضيفتنا دكتور ريهام عز الدين اخصائي التغذيه العلاجيه. صباحك صباح الورد، منورانا دايما. صباح احلى. ايوه. ودكتور ريهام، يعني ممكن كنت قلتي لي جمله لفتت نظري، قلتي الدايت حاجه، اللي بيعمل دايت حاجه، واللي بياكل الحاجه اللي نفسه فيها دي حاجه ثانيه، دي ما تتعارضش مع دي. Yes. عكس بقى كل الناس، الناس كلها تقول لك لا انا لو كلت اللي نفسي فيه يبقى انا كده الدايت باظ. اوكي. عايزين نفك هذا التشابك. طيب مبدئيا اللي بيعمل دايت هو عنده زياده في الوزن، فهو عنده نسبه دهون عاليه، ماشي؟ فاحنا شغالين فتره زي فتره العلاج بالظبط او فتره التاهيل، احنا بنتخلص من خلايا الدهنيه وبنقلل من حجمها. تمام؟ طيب دي احنا محتاجين نمشي على بروتوكول مناسب لجسمك، مناسب لطبيعه جسمك. لكن لو حد وزنه متميز او مثالي او متناسب معاه، لا احنا ممكن ناكل اللي نفسنا فيه، ما يعني ممكن ناكل سوشي. ممكن ناكل يعني وات ايفر ان احنا نفسنا، ممكن ناكل حاجه فرايد، ممكن ناكل ايس كريم، يعني مفيش حاجه تمنع ان حد ياكل اللي نفسه فيه، بس البورشنز بتاعته صغيره شويه. وانت بتقولي دلوقتي ان انا يعني بنشوف ايه النظام الغذائي المناسب لجسمك او اللي يتماشى مع جسمك، لازال الى الان
وصفات الدايت اللي بتترمي على الانترنت، الستات اللي يقعدوا يكلموا بعض تقولها بصي بقى انا هقول لك بقى على وصفه خسستني في اسبوع، يلا اكتبي معايا، بيضه مسلوقه الصبح مش عارفه كوبايه ميه دافيه على الريق، وتقعد بقى. بتشوفي ده ازاي؟ نو كومنت. لا تعليق. ليه؟ ليه تعليق؟ لان انت جسمك مختلف عن جسم اللي غيرك، انت ناقصك حديد، عندك انيميا، وانواع الانيميا كتير، في كذا نوع للانيميا، انت عندك نقص فيتامين كذا، فانت بتاخدي وصفه حد خس. انت لو مشيتي على نظام الموز كل يوم هتخسي، هي الفكره مش ان انت تخسي، هي الفكره ان انت تخسي وتبقي بصحتك، الفكره ان انت تبقي تخسي وتحسي ان عندك طاقه ومجهود تقدري تبذليها، لو تخسي مش تضعفي. بالظبط. على فكره حالات النحافه كده برضو، ما انت ممكن تتخني دهون وممكن تتخني كتله عضليه محترمه، يبقى صح. جسمك محتاجها، فانت حسب ما انت عايزه تتخني ازاي، يعني زودي وزنك، زودي وزنك بالدهون. وفي ناس جسمها يميل الى النحافه بس صحتهم كويسه جدا لان اكلهم متوازن. اهم حاجه ان انت المحتوى بتاع جسمك بعد ما بنعمل تحاليل ان احنا بنبقى مطمنين ان انت صحتك تمام. هل التحاليل بتكون صوره دم كامله ولا ايه نوع التحاليل اللي بيلجأ؟ في تحاليل كتير، صوره دم بنطمن، نشوف صوره يورين، اليورين اناليسز، عندنا ستول اناليسز بنطمن فيها ان الدنيا تمام، خلاص اوكي. طيب يبقى احنا كده بنوضح. ما بتشتكيش كمان من مشكله مثلا سقوط في الشعر، ضوافر فيها مشكله، ما كل ديت انديكيشن. خلي بالك احنا جسمنا كله بيدينا ريفلكت احنا جوه في صح. ايه صح. احنا يا جماعه اهو بنحذر، احذري الوصفه بتاعت صاحبتك اللي بتقعد تكلمك وتقولك بصي بقى ده انا عملت دايت وخسيت. والادويه، احنا عندنا مشكله ان احنا بندخل الصيدليه انا عايزه اخس، واتيفر انا ينفع اخد الدواء ده ولا لا، ومع اي دايت ولا لا، احنا بناخد الدايت وبناخد الدواء وبنتعامل مع نفسنا، بعد كده يقول انا ما خسيتش. انت ما اتجهتش صح. فكره ان انا اخد انتي بايوتيك من غير ما اكون محتاجه، ده دي مشكله دلوقتي، ازمه عندنا. يعني اي هوب الناس بتروح للمختص بتاع كل حاجه، انت زي ما بتهتمي انك تروحي تشتري الاكل من السوبر ماركت، اهتمي بصحتك بشكل تاني، ان انت لما تحبي تخسي او تزودي وزنك بشكل صح، ما بيكونش بدهون وما تكونش بتخسي كتله عضليه، روحي للدكتور بتاعك المختص. هايل. طيب رمضان على الابواب، كل سنه وانت طيبه وكلنا طيبين يا رب. رمضان حاجه غريبه جدا، برغم ان هو يعني في صيام وبيخليكي تاكلي وجبتين بدل مثلا ست وجبات ولا ثلاث وجبات في اليوم، الا ان ناس كتير جدا رمضان بيتخنها، تخرج من رمضان تخنانه جدا وزايده في الوزن، ودي بتبقى حاجه عجيبه، وفي قله بيخسوا بصراحه، يعني نقول لينا ولا علينا، او بيفضل ثابت في وزنه. فعايزين تفسير للظاهره دي، وعايزين نعرف ازاي نستعد لشهر رمضان بشكل صحي غذائي سليم. طب خلينا نقول هو رمضان عباره عن ايه. هو في فتره من الفتره اللي فاتت دي كل الناس تقول لك صيام متقطع، يا جماعه الصيام المتقطع ما هو الا رمضان. يعني احنا لو رجعنا نشوف رمضان فيه ايه، رمضان بنصوم فيه تقريبا 16 ل 14 ساعه على حسب الدوله، بنمتنع فيه عن الاكل والشرب خلال فتره الصيام. طب الصيام المتقطع عباره عن ايه؟ احنا برضو بنمتنع عن الاكل خلال فتره الصيام ما عدا شرب، وبنشرب حاجات من غير سكر خلال فتره الصيام اللي هي امتناع الاكل. طب انت لو شفت ما بين الصيام المتقطع والصيام الرمضان بتاعنا، احنا بنبقى ملتزمين فيه بين كميات الاكل وبنوعيات الاكل. طب هو رمضان كده، انت ليه دايما بس احنا عقده الخواجه ده اسمه صيام متقطع وده اسمه رمضان؟ احنا بس في رمضان فكره ان احنا اهل كرم وبنحب نعزم بعض ولازم نحط اكتر من نوع على السفره، كل ده هابتس او عادات غلط بندخلها في رمضان بتبوظ فرصه ان احنا نخس بشكل احسن. ليه بقى؟ المفروض يعني الكورونا دي بقى يعني ما نخف في العزومات، احنا لسه بنقول مش عايزين عزومات في رمضان عشان العدوى، فدي فرصه برضو انه لو التزمنا يبقى ما عندناش اللمه اللي بتخلينا ناكل حتى لو كتير. عندنا لمه، ما هو انا بحبك فهعمل لك عزومه حلوه، اعزمك عزومه هيلثي، مش لازم كذا صنف، مش لازم ابوظ لك نظامك الغذائي، مش لازم يكون كلها مقليات، مش لازم يكون فيها دهون كتير، يعني مش لازم العصير اللي كله 10 معالق سكر وحته البسبوسه اللي مش معروف سعراتها الحراريه قد ايه من كتر الدهون اللي فيها. طيب في موضه كده طلعت بقى لها فتره في الحقيقه، يعني مش هقول لك منتشره في امريكا والدول الاوروبيه، بس هي بالفعل سنترز اتعملت علشان التخسيس بالميه. يقول لك دايت الصيام والمياه يعني هي مصحه بيدخلها اللي عنده زياده في الوزن، وممكن يقعد لمده 40 يوم بيشرب ميه بس. وفي ناس عملت ده، وفي الحقيقه كان ليها طبعا اثار سلبيه كتير، يعني في ناس طبعا حصلها انخفاض وهبوط في الدوره الدمويه، وفي ناس حصلها اضرار كتير جدا. ايه قصه دايت الميه ده اللي ابتدى؟ بصي انا اجنست اي حاجه بعيد عن الطبيعه،
ليه؟ لان احنا جسمنا محتاج كل يوم نسبه من الطاقه اللي بناخدها، بناخدها باشكال مختلفه من النشويات اللي هي السليمه زي العيش البني، زي العيش اللي برده، نسبه بروتين، نسبه خضروات، نسبه فيتامينات. لكن انا هحط نفسي تحت مظله ان انا عايزه انزل في الوزن السريع، ما تزعليش ابدا لما جسمك يبقى فيه مشاكل كتيره زي الجفاف في البشره، زي النقص الكتله العضليه عندك، تساقط الشعر، انت نفسك هتحسي انت هزيله. يعني ده دايت غير صحي اللي هو بتاع الميه بس. اكيد لان في ناس تقول لك ده ديتوكس وبينظف والميه بس. اوكي الميه بس مش احنا عندنا الصيام الرمضاني احنا ممكن نستفيد بيه استفاده ممتازه، لان هو في فتره ديت احنا بنعلي من معدل الحرق جدا بتاع جسمنا، والهرمون اللي بيساعد على تخزين الدهون بيقل جدا. يعني ده احسن فتره للاستعداد. انت عايزه تخسي صح؟ امشي على نظام الصيام الرمضاني. عايزين نستعد ليه؟ نبدا من دلوقتي. احنا ان شاء الله قدامنا تقريبا اسبوع لحد بدايه رمضان، نبدا ننظم وجباتنا الغذائيه، نبدا نشرب ميه بطريقه احسن، نقلل نسبه الكافيين اللي احنا بنشربها سواء في الشاي، في الشاي الاخضر، في الكوفي بتاعنا. هنحس بفرق كبير جدا في اول يوم رمضان، هندخل رمضان واحنا مستقبلينه بشكل الطف، على اساس ان احنا الكافيين بتاعنا بتاع الصبح اللي احنا متعودين كلنا نشربه، لا احنا مش متعودين، بنأخره شويه، لا هتفرق معنا كتير. عايزين نذكر الناس وفكرهم بفوائد التمر. أوكي. لانه طبعا ده بيكون حاجه اساسيه على المائده الرمضانيه، ان بنكسر صيامنا. في ناس بتاخد تمر بميه، وفي ناس بتاخد تمر باللبن. فعايزين نفكر الناس بفوائد التمر، وتقولي ايه للناس اللي خايفه تاكل تمر لا تتخن عشان بيبقى فيه سعرات حراريه عاليه. لا، معنا مع ان احنا نبدا صيامنا بتمره 3-5، ده على حسب انت بتعمل دايت ولا لا، دي اول نقطه. في ناس تقدر تاخد مع التمر كوبايه ميه، في ناس عندها مشاكل في المعده مع شرب اللبن، فدي على حسب انت طبيعه جسمك ايه. نبدا ناخد التمر وما نخافش، بالعكس انت اكسري صيامك بتمرايه واشربي كوبايه ميه، ابتدي جهزي الاكل او قوم صلي، وابتدي بعد كده ابدا فطارك اللي احنا بنقول فطار، ما بنقولش يا جماعه غدا. لازم ناخد بالنا من كلمه فطار رمضان. ستيب باي ستيب. لكن انا طبعا مع فكره التمر، لان التمر ليه كميه فيه فيتامينات ومعادن لا حصر لها، بتمد الجسم بكل احتياجاته تقريبا من الفيتامينات اللي احنا طول اليوم محتاجينها. يعني يفضل ان هي حتى تبقى حاجه بتتاخد طول السنه مش رمضان بس. جدا. في ناس بتقول لك هم 7 تمرات هيبقوا كافيين جدا ان هم يمدوني بالسعرات الحراريه والفايبرز والالياف على مدار اليوم، هل على حسب انت مجهودك اليومي ايه؟ ما انا ما اقدرش اقول لحضرتك محتاجه 7 وحد تاني مثلا بينزل يلعب رياضه محتاج 7، هي بتختلف. لكن التمر ليه فايده عاليه، نسبته عاليه جدا. ما اقدرش اوحد قاعده اساسيه لكل الناس انه ياخد كام تمره في اليوم. لكن في رمضان لو انت ناوي تخس، لا انا بفضل من تمره ل3 تمرات على حسب عدد السعرات المحسوب لك. الناس اللي بتعمل الرياضه بشكل يومي از لايف ستايل، واحنا طبعا بندعو جميع الناس ان الرياضه دي ممارسه الرياضه اللي هو ابسطها المشي تكون جزء من حياتك اليومية بغض النظر انت عايز تخس او لا. الناس اللي بتمارس رياضات زي مثلا اليوجا، الجيم، السباحة، هل تمارسها في فترة الصيام ولا بعد الفطار؟ طيب خلينا نتفق اول حاجة، نشوف هل انت عندك مشكلة في صحتك، عندك انيميا زي ما قلت قبل كده، نوهت ان في كذا نوع من انيميا. لا، لو عندك الاول نعالج المشكله دي وبعد كده بنشوف موضوع رياضه. لو انت متعود، لا ممكن يبقى الافضل قبل الفطار بساعه. لو انت لسه بتبتدي، نخليها بعد الفطار بساعتين، ساعه ونص، تكون جسمك ارتاح وتبتدي تنزل تمارس الرياضه. طب انا بفضل في فتره رمضان لو انت لسه مبتدئ، ابدا برياضه خفيفه، ما تدخلش على حاجه اجريسيف او عنيفه. تمام. طيب لو حد لا بقاله سنين متعود على رياضه او متعود يروح الجيم، تنصحي كمان بالجيم؟ لانه الجيم قد ايه الواحد بيعرق فيه، فانت معرضه للعطش يعني. هل برضو قبل الفطار بيبقى بساعه بيبقى كويس جدا، ويبتدي بس يزود الكتله نسبه البروتين في وجبه الفطار طبعا. طب هايل. طيب السكريات، لانه رمضان برضو مرتبط شئنا ام ابينا بالحلويات بصراحه. يعني احنا بنبقى ساعات حتى لو الواحد مسك نفسه طول السنه ما بيجيبش حلويات صناعيه في البيت، بيجي في رمضان ده من التراث، القطايف، الكنافه، وبعدين بقى في تجويد بقى كنافه بالمانجا وكنافه باللوتس والشوكليت يعني هيصه بقى. طب نتعامل معاها ازاي بحيث ان احنا بناكل اللي نفسنا فيه، حاجه جميله جدا وبنحبها وطعمها حلو، وفي نفس الوقت ما نأذيش نفسنا بزياده السكريات؟ بصي، هو احنا محتاجين نغير شويه مفهومنا عن الحلويات، دي اول نقطه. تمام. اوكي، انت نفسك تاكل، ممكن تاكل قطعه في الاسبوع، قطعتين في الاسبوع لو عايز تعمل دايت، لكن هتاكلها بشكل يومي، لا ما تزعلش ابدا لما وزنك يزيد بعد رمضان من 4 كيلو او اكتر. طب انت لو مشيت بالعكس، بدلنا وغيرنا مفهومنا بطريقه الحلويات، ان احنا ابتدينا نستبدلها بسناكس ثانيه،
شوف انت هتخس من 4 ل 8 كيلو، ده افريج ممكن تخسه بعد رمضان لو انت مشيت فعلا على ستيبس التيبس اللي احنا هنحطها. طب ما تقولي تيبس كده، اصل الكنافه برضو والقطايف لن ناخدها. طب ازاي لو انت مش داخل دايت خدها، ولو انت في دايت هتاخدها بس بنسبه قليله، يعني تاخدها مره في الاسبوع، نوع من انواع المكافاه لنفسك. يعني ممكن مره في الاسبوع، مره مرتين ده لو انا على دايت. لو انا مش على دايت بقى ازاي ابقى اتناولها وبشكل برضو ما ياذنيش او يتخني اكتر؟ انا شايفه برضو ان احنا ما نزودش من مره لمرتين في الاسبوع، حلو جدا ان احنا ناخد اللي نفسنا فيه ونبقى ساتسفايد. يعني ممكن كل اول يوم رمضان احنا بنسيب نفسنا نجرب كل حاجه، خلاص احنا جربنا، بيبقى رمضان ايه، نمشي على التراك. كلنا عارفين انه لو اكلنا ونمنا بعدها مباشرة دي بتعمل كوارث في الجسم. السحور بطبيعة الحال بيكون في وقت متأخر، وكل الناس بيبقى عندها برضو شغل الصبح، حتى لو بيبقى الشغل بتاع الصبح ده متأخر ساعتين عشان ظروف الصيام، بس برضو ستيل انت بتبقى لازم تنامي فعلا بعد الأكل على طول. نعمل ايه مع السحور؟ لأنه انت لازم تتسحري وفي نفس الوقت لازم تلحقي تنامي. بصي انا بشوف ان السحور هو دينيا عندنا ان احنا ناخر السحور، ده من ناحيه دينيه. لو كان ما عندكيش الفرصه ديت ومحتاجه تنامي عدد ساعات مفيش مشكله، ممكن بتضرها شويه. نبدا السحور لازم يبقى فيه شويه مكونات اساسيه محطوطه فيه. اول حاجه كربوهيدرات، تبقى زي العيش البني، العيش البرد، نسبه بروتين زي البيض زي الجبنه، لازم كوبايه زبادي خالي الدسم او حليب خالي الدسم او رايب خالي الدسم، ويا ريت نتباعد تماما عن الكافيين. بلاش الناس اللي بتشرب كوبايه كوفي وتدخل تنام تقول عشان تاني يوم اصحى فايق. يا جماعه الكافيين يعني بيحتاج سوائل، احنا الكافيين من الحاجات اللي بتعمل ادرار للبول، فبتخليك جسمك بالعكس متعطش لسوائل، واحنا داخلين على فتره صيام. طب الفول في السحور ايه اخباره؟ مش بيعطش تاني يوم؟ لا ما بيحطش، لو يعني ما بلاش اضافه الملح وبلاش اضافه المخللات في وجبه السحور. احنا في وجبه السحور بنعمل زي بنعد لنفسنا ان احنا نقدر نقوم بقيه اليوم بطاقه كويسه بجهد كويس، ما نبقاش تعبانين. نقدر في السحور بتاعك ريفلكس اليوم بتاعك كله هينعكس على ادائك اليوم كله. صح. فالزبادي بيقولوا ان هو بيقلل الاحساس بالعطش فتره الصيام، الزبادي واللبن والرايب بس. أوكي. من غير دسم، اللي هو الزبادي اللايت. الزبادي اللايت يعني نجيب زبادي لايت للسحور، ده هيساعد او هيخفف الاحساس بالعطش تاني يوم جدا، بيفرق جدا. اوكي. ايه اللي يعوض الاحساس بالعطش، او ايه اللي يعوض، مش هقولك اضرار العطش، لانه احنا طول الوقت عارفين ان لازم تبقى ازازه الميه في ايدينا. اوكي. والجسم لازم يبقى بترطبيه طول الوقت بانك بتشربي ميه وما تستنيش لحد ما تحسي بالعطش. لكن فتره الصيام بتكون طويله وبتكون احيانا داخله في اوقات حر جدا على حسب السيزن، يعني ده نعوضه ازاي؟ ما احنا مش هينفع نشرب ميه. احنا ده بيكون تعويضه ايه في الفطار وفي السحور وما بين الاثنين، اعمل ايه علشان اعوض جسمي من الميه اللي فقدها فتره الصيام؟ انا بنصح دايما ان احنا في فتره الصيام من اول الفطار لحد السحور دايما نشرب سوائل، اي نوع من انواع السوائل. ودايما لازم نفرق ما بين السوائل اللي هي مثلا عصير مش مضاف ليه سكر، يا جماعه العصير من غير سكر. النقطه الثانيه نشرب ميه، نشرب اي مشروبات بقى، جنزبيل، قرفه، ينسون، طول ما انت قاعد اشرب. بدل الحلويات، عشان بقول لك لسه كنت بقول لك نغير مفهومنا عن الاكل بعد الفطار ايه. يبقى كميه السوائل اللي بندخلها جسمنا اعلى من اللي بندخله للاكل. احنا مش محتاجين اكل، احنا بنبقى محتاجين شرب. المخ نفسه ما بيبقاش مستوعب انا جعان ولا عطشان، عشان كده في ناس كتير تقول لك انا لسه جعانه. هو مش جعان، هو عطشان بس مش مستوعب الفكره ديت. فاحنا من ساعه الفطار لحد السحور ميه وسوائل وعصاير غير محليه. طيب يعني خلينا نقول انه في ناس بتقول لك مثلا في مشروبات معينه لو شربتها تخسسني للسمنه، او اكلات معينه لو اكلتها ما اعرفش بتمتص بيبقى امتصاصها اكتر. في حاجه كده يعني؟ هل في اكل مثلا ممكن يساعد على التخسيس، اكلات معينه او اصناف معينه او اكل يتعمل بطريقه معينه؟ وهل في مثلا مشروب فعلا ممكن يخسس، يعني زي الشاي بتاع التخسيس وزي مش عارفه مشروب ايه؟ يعني بنسمع حاجات كتير. المشروبات اللي بتعلي، في مشروبات بتعلي الحرق، وفي اكلات بتبقى بتحافظ على الوزن او ما بدخلش دهون او دهون للجسم. طب زي ايه الحقيقه؟ يعني مثلا احنا دلوقتي لو اتكلمنا ان احنا هنعمل شوربه في رمضان، طيب احنا ممكن نعمل شوربه بروكلي، مش لازم شوربه لسان عصفور ومتشوحه بالسمنه. احنا ممكن نعمل شوربه شوفان بدل ما نعمل شوربه مثلا شوربه لحمه وفيها برضو لسان عصفور او شعريه. احنا ممكن دي استبدالات، انت عملتي مكون غذائي هنا وزود كالوريز او بكالوريز هيلثي كالوريز. يعني ما جاتش على بال حد شوربه البروكلي دي خالص. لا دي تحفه جميله،
بس انت عندك، انت بتدخلي جسمك ايه؟ انت في سعرات حراريه هنا داخلها بقيمه غذائيه وسعرات حراريه داخلها بدهون. انا بختار لجسمي، انا اللي بغذي جسمي، انا اللي بروي جسمي الحاجه الشكل اللي في الاخر. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه النصائح دكتور ايهام عز الدين اخصائي التغذيه العلاجيه. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وصباحك صباح الورد. صباح الفل. انتوا كمان خدوا بالكم جدا جدا من صحتكم، كلوا اللي نفسكم فيه ولكن بالعقل وبتوازن وعلى فترات متباعده، ورمضان كريم عليكم دايما في الصحه. كنت معاكم مها بهنسي، وصباحكم صباح الورد.